رجاء خديشي، رئيسة الجمعية المغربية من أجل الإنصاف البيئي والتنمية. إحنا كنتواجدوا في هذا الفضاء ديال المدرسة المحمدية للمهندسين من أجل إقامة واحد الكشك كما كتشوفوا. هاد الكشك كنديروه ان بارتناريا مع المركز، مع لو سون ديتود و دو ريشيرش اون سيونس سوسيال اي لو فوروم سيفيل ديموكراتيك ماروكان. حنا جمعية حديثة النشأة، شاركنا في تكوين الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية في فبراير الماضي. حنا جمعية لا تهدف إلى تحقيق الربح، مكونة من مجموعة من المتطوعين والباحثين في مجال العلوم الاجتماعية وكذلك التنمية المجالية. دونك وكذلك حنا كنكونوا واحد جمعيه من الجمعيات الموضوعاتيه ديال المنتدى المدني المغربي الديمقراطي. كذلك عندنا نشاط في هذه الاشياء، هذه عباره عن ندوه اللي الموضوع ديالها هو السياسات العموميه الجهويه في مجال البيئه والتغيرات المناخيه، جهه الرباط سلا. هاد الخيمة هادي كنقدموا فيها مجموعة من الكتب اللي كتخص مركز الدراسات والأبحاث العلوم الاجتماعية، لو سون ديتود اي دو ريشيرش اون سيونس سوسيال، اللي المدير ديالها هو الأستاذ عبد الله ساعف، مفكر كبير مغربي. وكذلك بالنسبة للأشغال الفنية اللي كتشوفوا هنايا، هي عبارة عن أشياء يتم الاستغناء عنها، فكيقوم هذا الفنان بعود إعادة الاستعمال ديالها مرة أخرى. دي شوت دو منويزري وديال البابي، وكيعاود يستعملها مرة أخرى باش كنغوطاردي لو سيكل دو ديستركسيون ديالها في لونفيرونمون. هذا باختصار.